لكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ان شاء الله يا ربي، هاد الايام المباركه تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد القريشلات، بغيت نوجدهم العيد ان شاء الله باذن الله. عندي في المقادير نص كيلو ديال الفرس، 500 غرام ديال الدقيق الفرس، جوج بيضات، عندي هنايا 4 ديال المعالق السكر مع قبيصه الملح، خماره ديال الكاطو وزن ديال 8 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه، عندي هنايا جوج معالق ديال الزنجلان محمر، وجوج معالق ديال النافع وحبه حلاوه حتى هما محمرين صهدتهم في المقله. عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت مع شويه ديال الزبده خلطتهم، عندي كاس ديال الحليب عامر يكون دافئ، عندي هنايا نص كاس ديال الماء زهر، وعندي جوج بيضات. نبداو على بركه الله. عندي هنايا في كسعه، اولا نتوما ممكن الا كانت عندكم العجان تستعملوا العجانه، عندي هنايا في كسعه كندير السوائل كاملين، ندير البيض والزيت والزبده الحليب ما زهر، ندير الخميره، ندير الخماره والسكر، صافي نحاول نخلط. غادي نضيف الزنجلان وحبة حلاوة والنافع، نضيف الدقيق، عندي مغربل، واخا كتلصق هكا بغيتها، يعني بغيتها تجيها على هذا الشكل هذا. نحاول نخلطها مزيان باش يتجانسوا العناصر. حنا رجعنا من بعد ما خمرت لي العجينه مزيان، الخمره الاولى صافي، غادي نزولها من هذا البول ونحاول نستعين شوية بالزيت. هكا كتجي صافي. دابا غادي نحاول نشكلها، صافي انا جبت اللاطة دهنتها بشويه ديال الزيت، غادي نديرو في الفران ديال الغاز ان شاء الله صافي. وغادي نبدا، نتوما بغيتو تعبروا عبروا، بغيتوهم يكونوا كبارين ديروا 70 غرام، بغيتيهم يجيو صغار ديروا 50 غرام. انا المهم غادي ندير هي عيني ميزاني،
صافي غادي نبدا نشكلهم حتى نسالي هذه الكميه العجين اللي عندي ونرجع معكم. صافي انا ساليت الكميه اللي عندي، الكميه ديالتي عطاتني 12 الحبه، يعني ممكن انكم تضعفوا الكميه. صافي غنحاول ندير شويه ديال الزيت نتكي عليهم مزيان، انا بغيتهم يجيوني قراش البلدين. نحاول نزول هادو اللي هنايا باش يجيوني متباعدين، نجي بلاطه واحده اخرى نحاول نزول هادو اللي كاينين في الوسط. كيف كتعرفوا فاش كيخمروا القراشل كيتلاصقوا. صافي غادي نخليهم تيخمروا تيتضاعف الحجم ديالهم ونرجع معكم. ها هما القراشل دهنتهم بصفر ديال البيض مع شويه ديال نسكافيه والخل، ودرت ليهم شويه ديال الزنجلان، والفران عندي مسخن من قبل. غادي ندخلهم للفران اللي هو عندي مسخن من قبل كيف ما قلت دابا، وفاش غيطيبوا ان شاء الله تكونوا معايا ان شاء الله. من بعد ما طابوا لي القراشل كيخرجوا على هذا الشكل، هذا كيجيو خفافين بزاف. شوفوا كيجيو محمرين، نتمنى انكم تجربوهم. انا غادي نفتح معكم وحده كي تجي من الداخل خاويه مورقه عفوا مفشفشه. نتمنى انكم تجربوا قريشلات ديال اليوم وتعجبكم الوصفه، والى فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.